هل غير الحزب التقدمي الاشتراكي تموضعه حيال الاستحقاق الرئاسي؟ هو استحقاق يجب أن ينجز في أسرع وقت ممكن. هل تخلى عن ترشيح ميشيل معوض ولمصلحة من؟ هل انتهت جلسات الخميس الانتخابية؟ وإلى أين سيصل اعتصام نواب داخل قاعة البرلمان؟ لكسر الجمهور قد نضطر كلقاء ديمقراطي لتعليق مشاركتنا بالجلسات المقبلة إذا رح نستمر في هذا الموضوع. ماذا دار في اللقاء بين حزب الله والزعيم المختار في كليمانسو؟ هل يؤشر هذا اللقاء لانطلاق الحوار الداخلي؟ أي انعكاسات للهجمة القضائية الأوروبية على الساحة اللبنانية مالياً أو من بوابة جريمة تفجير مرفأ بيروت؟ وهل يصمت القضاء وإلى أين تتجه التطورات؟ سياسياً إنقاذ اقتصادي ما في. عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور، ضيف حوار المرحلة مع رولا حداد، الأربعاء الساعة 9:30 مساء مباشرة على الـ LBCI.